المراسلة جوال حاج موسى، أهلا وسهلا فيك عبر موقع الفن. بعد هالفترة الصعبة اللي مرقت على لبنان وبعدها، وانت كنت على أرض الحدث وواجهت كتير من الصعوبات، هلأ عم تبلشي مرحلة جديدة بحياتك المهنية اللي هي انك تركتي محطة الجديد وانتقلتي لمحطة جديدة اللي هي محطة الحرة. فأول شيء ليش تركت الجديد؟ وشغلة تانية، هيدي النقلة النوعية كيف حتكون؟ جاني أوفر من الحرة صراحة وانترناشنال بمطرح، وانا اكيد كنت مفكره اذا بدي يوما ما انقل من الجديد رح اروح على شيء انترناشنال مش على شيء لوكال، لانه بالنسبه لي الجديد نمبر 1 وبتضل نمبر 1. فكان الاوفر افوردبل لالي، ذاتس ات، امر مهني بحت، ما في اي طبعا مشاكل، بعدني لهلا على علاقه كثير جيده مع الجديد. نقلي على شيء انترناشنال بمطرح معين بتعلمك كثير اشياء، بتفرجيك القصص اذا بدك وايد اكثر، يعني اذا كنا شوي نغطي القصص الكثير داخليه، هلا بتشوف لا هذا الحدث الداخلي كيف بياثر اقليميا، كيف بياثر عالميا، فشوي بتتطور اكثر، بتصير عندك افق اوسع. طيب بتخافي شيء من هامش الحريه بهيدي المحطه؟ بالنهاية اسمها الحرة، فأكيد في حرية تامة طبعا ضمن سياسة المحطة العامة، ولكن أكيد حريتك الشخصية بتبقى محفوظة بكل، بعتقد مفروض تكون بكل المحطات، والحرة واحدة منهم، والجديد أكيد كانت واحدة منهم كمان. 2021 حتشهد نشوفك عروس 2021؟ نقلها راد بنيسان. كيف التحضيرات وكيف خايفاني شيء من انك توفقي بين عملك الاعلامي او كمراسل؟ لانه بيتطلب وقت وجهد وتعب، بكره ان شاء الله بدك تتجوزي، يصير عندك عائله، يصير عندك اولاد، خايفاني من هالموضوع؟ هلا التحضيرات كليله العرس صراحه pending، لانه ما بتعرف في بانديميك، في اوضاع كلها مش كثير ظابطه يعني، فمتكله على الله ومحددين الدات من الله راد، البيسكس عملناه هون وناطرين لنشوف شو بده يصير، بس انا حاطه براسي شو ما صار خلص اللي بده اياه ربنا بيصير. بالنسبه لموضوع الحياه، يعني بالنهايه الشخص وقت يختار يكون مراسل تحديدا مش مذيع بالاستوديو او اذا بدك بين مزدوجين بسمون اعلاميين، علما انه هن كل العاملين بالوسط الاعلامي هن اعلاميين، بس اللي بده يعمل مراسله بيكون عارف هيدا الشيء، وشريكك لازم يكون واثق منك بالدرجه الاولى وبده يساعدك، لانه اذا ما كان هو متفهم لهيدا الموضوع ما بتقدر تنجح. رح جرب قد ما في اني اكون عم وفق طبعا بين الاثنين، انا بالنسبه لي الاولويه للبيت اكيد لعائلتي، اذا بعدين الله راد صار في اولاد. الشغل بانترناشنال تشانل الشيء البوزيتيف فيه انه بيكون عندك وقت اكثر من انك تشتغل باللوكل.